السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط بالجنبات ديال دوار بالمكي، جديد أفراد الجيش الوداية، الجديد ديال عملية الهدم فين وصلت الأمور. مجموعة من المعطيات غنشاركوها معكم إن شاء الله، وحنا في الاتجاه ديال سيدي محمد الشريف ولاد مطال الغربية. هنا المدرسة ديال الثانية وهنا جامايكا. كان هنا عندنا أكبر تجمع صفيحي بمدينة تمارة، واللي الحمد لله دخل في البرنامج ديال إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، والناس راه بداو كيتسلموا الشقق ديالهم، واللي كيسول الوضعيه ديالو فراه كيمشي للشقه ديالو. كما كيعرف الجميع افراد جيش الوداية بدات عندهم العمليه ديال الهدم هنا الفوق في دوار بن المكي، بعد ما دازت المرحله ديال العبير. وفي هاد اللحظات غادي ندوزو بكم السيدي محمد الشريف، اللي كما شفتو معنا واكبنا معكم العملية ديال الهدم. صراحة ما سهلاش الاخوان، اقسم بالله العلي العظيم ما سهلة. اللي كنبغي نأكد عليه انه اليوم الاحد ما كايناش عملية الهدم، ولكن كان العبير، العملية ديال العبير كاينة، وهنا غادي تبقى للذكرى الناس مساكن اللي كانوا هنا وشملاتهم العملية ديال الهدم. لا الغمغامي ولا الياسني ولا باقي العائلات هنا في الجنبات، غنبقاو ان شاء الله دائما نحطو لكم فيديوهات للذكرى وكيفاش غتولي هاد البلاصة. انا كنهضرو على المئات ديال الاشجار اللي كانوا في هاد النقطة هادي عند امي فاطمة، اللي كنقولها بالمناسبة الله يقويك والله يصبرك ويصبر جميع المسلمين. جات هاد المرحلة ديال التغيير، وهنا النقطة فين كانت امي فاطمة الياسني، وكانت عندنا كذلك العائلة ديال الغمغامي. كما كتشوفوا معنا مجموعة من الأشجار هنا في الجنبات، والبناية اللي كانت تبارك الله هنا واحد البناية اللي هي كبيرة. كنهضروا على الفيلا، ما كنهضروش على براكة، ما كنهضروش على بناية اللي هي صغيرة، كنهضروا على فيلا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فاليوم مشاهدينا الكرام، بعد ما شملات عملية الهدم البنايات هنا في الجنبات، كذلك أمام مسجد الأندلس شفنا عملية الهدم، بالإضافة الولاد مطاع الغربية. أنا الإدريسي سيدي حسن ومجموعة من البنايات المجاورة كذلك شملاتها العملية ديال الهدم، والبناية ديال الضريف اللي كانت كيكون فيها المحل ديال الحرشة، المحل اللي كنا كندوزو عليه كل صباح مني كنكونو هابطين للهرهورة. أمور اللي غتبقى خالدة في الأذهان. هنا الديبو اللي كان عندنا هنا ديال الرخام فراه كيخويو فيه دابا، والعمليه مستمره على اساس انه تراكس غتدخل في اقرب الاجل. ذكرنا التراكس وحنا نلقاو المانيتو هنا خدامه كتحيد الحديد، ذكرنا التراكس وهي تخرج قدامنا. الجي سي بي حاضره هنايا، وكما كتشوفوا هنايا عمليه الهدم اللي وقعت هنا خلات الصوره تغير بواحد الشكل كبير وكبير بزاف. هنا فين كانت الدار الزرقاء، هنا فين كانت الدار الزرقاء، وهنا فين كانوا عندنا مجموعه من البنايات. هنا الاليات ديال الهدم واقفين هنايا في الجنبات، على اساس غدا ان شاء الله غيتم استئناف العمليه ديال الهدم ابتداء من يوم الاثنين. هنا كان عندنا مول الحانوت، وهنا كان عندنا الخراز، وكان مول البلاستيك، كانت مجموعه من المحلات هنا في الجنبات. فكنقول الله يبدل بما احسن يا ربي. كنشوفو تبارك الله كاين بنايات لداخل كبار، كاين امور اللي هي كبيره،
شفتوا معنا وتبعتوا معنا الامور لحظه بلحظه اللي كتعلق كذلك بالعائله ديال تبارك الله، العائله الكبيره ديال الكولونيل النحال. شفتوا معنا تبارك الله الصلاح، كنهضروا على العائله الريزاني حتى هما اللي كنتمنوا لهم كل الخير، يعني مجموعه من العائلات. انا كذلك عائله مجاهد، كنعتذر من الاخوان افراد جيشودة، والله القسم راني كنحاول غير نتذكر يعني الاسماء، يعني مجموعه من العائلات اللي هي معروفه واللي شملاتها العمليه ديال الهدم. كما كتشوفوا معنا هنا كانت عندنا العائله ديال مجاهد، مجموعه من العائلات، عائلات اللي كانت عندهم فيلات تبارك الله. فغادي نحاول ندخل لكم من واحد النقطه باش نشوفوا الامور هنا شنو تبدل. الناس كتستعد، الناس كتجمع حويجاتها كما كتشوفوا معنا هنا، صور حصريه. صور حصريه هنا في الجنبات هنا، البنايات ديال العائلات ديال النحال. تبارك الله تبارك الله الاخوان، اقسم بالله العلي العظيم حتى العقل ديالي وقف ملي دخلت لهاد البنايات لداخل. وان شاء الله راه غندير لكم واحد الفيديو خاص ان شاء الله على هذه البنايه. وتبارك الله واحد القصر الاخوان هنايا لداخل، ما شاء الله هذاك الشيء هائل 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 جدا. غادي نحاول نقربكم من داك الشيء لداخل كيفاش داير، العقل ديالك يحبس. هذه رساله للسلطات المحليه لان تاخذ بعين الاعتبار البنايات كيفاش دايره، لان ملي كنهضروا على بنايه كنهضروا على بيوت قداش، الصالات قداش، الصلاح اللي فيهم، بالزليج ديالهم، بيوت النعاس طالعين بالزليج، الكوزينه طالعه كلها بالزليج. كاين امور ليا كبيره غنقربكم فيها ان شاء الله بالتفاصيل في هذه البنايات هذو. هذاك الشيء هائل الاخوان، نتمناهم الله الخير والتيسير لافراد جيش لوداي بدون استثناء. اليوم الحد كما قلت لكم كانت العمليه ديال العبير، العمليه ديال الهدم ما كانتش اليوم، غيتم الاستئناف ديالها يوم غد ان شاء الله بحضور السيده القائده وكذلك القوات المساعده. كنتمناهم الله ان حتى شي واحد ما يضيع يا ربي، وهذه اهم نقطه كنبغي ناكد عليها، يا ربي ما يضيع حتى شي واحد، هذه هي اهم حاجه. فنتمناهم الله الخير والتيسير. كذلك باقين بعض الاسر اللي يعني ما كانوش يعني كانت عندهم الامكانيه انهم يريبوا في واحد الوقيته، ربما صعوبه الكراء، الثمن ديال الكراء فين وصل والامور اللي كانت، فجايه عمليه هدم كبيره في الطريق. نتمناهم الله الخير والتيسير للجميع. الى هنا مشتبهين الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.